بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يطيب لنا نحن أعضاء وفريق برنامج الاستديو أن نرحب بكم جميعا في هذا الحفل المبارك، وكل الترحيب لشخصكم الكريم باسمي واسم جميع الزملاء في هذا البرنامج. ومن خلال هذه المناسبة أود أن أتقدم بشكري وامتناني العظيم إلى كل من شارك في إنجاح هذا البرنامج العظيم الغالي على قلوبنا وترجمة كافة أهدافه العظيمة على أرض الواقع. وأخص بالذكر في هذا المجال إدارة القناة وفريق الإعداد والمشرفين على البرنامج وكافة الفريق الفني، فلله الحمد أولا وآخرا، فقد استطعنا بفضل الله وبفضل العزيمة الصلبة والقوية أن نخرج بنموذج إعلامي قوي يشرفنا أولا ويشرف كافة منسوبي البرنامج. ولا ننسى الجمهور، ولا ننسى الجمهور الذي قام بدعمنا ومساندتنا في كل الأوقات. وسلامتكم، أخوكم صالح بلوي. الله حبيبي. أخشى كل الخشية أن هذا الرجل أن يكون من ضمن المراكز الثلاثة في النهائي، أخشى، لأنه سيحصد بهذا الأسلوب إن استمر فيه وطور. وتذكروا كلامي. استاهل أبو يوسف. استاهل أبو يوسف. طيب ابن دنعة سبك والله من أول أعطاني كلمة. إيه معليش، تفضل توفيق. طيب ما حد عنده ملاحظة بسيطة؟ ملاحظة، تفضل تفضل تفضل. شخص نسمع صالح ملاحظة من أحمد. إلقاء شعري ولا يمت للإعلام بيصله. نبرة صوته تحس إنه قاعد يضاربك، يعني مو قاعد يحمسك. قوة الجذب صفر. القبول، نسبة القبول اليوم صفر. صراحة القبول من الله. هذه شخص أنا واضح. أهم شيء خلي اللي يقول يقول، أهم شيء الورقة عنها يعني. أوكي. قيمة كويس. سعد أبو جابر. الملاحظة اللي عندي اللي هي كان النص كامل باللغة العربية الفصحى. حلو. وعند الختام قالوا سلامتكم، يعني الكلام بعض الكلام يعني. قصدك الموازنة؟ الموازنة؟ غير في غير مكانها سلامتكم ومع أخوكم. يحن يا أبو جابر. أيوة. جميل جميل جميل. طيب على السريع تفضل عاد. سلاسة وش؟ سلاسة الكلام صفر. الرجال كان داخل مضاربة. نبرة صوته كان داخل جهورية. لا سلاسة ما في. أخطاء الإملائية. السلاسة تدل على أنه إذا كان عنده تعثر. أخطاء الإملائية. صح عنده تعثر في البداية بس أنا تلافاها. أخطاء إملائية واجد. ثاني شيء السلاسة ما في سلاسة. هدى ينافى كنا ينافى على واحد قدام يعني. ما. طيب مشعل. أنا شفت توك داخل ما سمع. محمد من هذا؟ طيب خذوا رقتك، خذوا رقتك واجلس مع الشباب وأنت حكم ونفس الحكاية بيش اسمه.